من كرم ربنا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة وقال له هذه في سبيل الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. واحد كده قال له يا رسول الله أنا مش هقدر أجاهد، بس أنا خد الناقة دي ما عليها من السلاح والعتاد دي هيا هخليها في سبيل الله، يعني هتبرع بيها للجيش بتاعي اللي طالع يحارب، خد دي هيا تبرع للجيش. النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ قال له لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة، يعني هتاخد ثواب 700 ناقة يوم القيامة بما عليها وما بها. تخيل بقى لما تتبرع للجيش بتاعك، ها؟ من أخرج شيء في سبيل الله له به 700 ضعف. برعت للجيش، جبت عربيات للجيش، جبت صواريخ، اديت فلوس للجيش بتاعك او لشرطتك او اديت لاي شيء مؤسسة ليك بها يوم القيامة 700 ضعف. لما اتبرع بجنيه اخد 700، ده 700 كمان بتوع يوم القيامة غير 700 بتوع النهاردة. احسن تفكروا حسنات يوم القيامة زي حسنات النهاردة، لا، او تفكروا النعيم اللي في الجنة زي النعيم اللي عندنا النهاردة، او العنب اللي في الجنة زي عنب النهاردة، لا، ده ربنا بيضاعف الاشياء دون ان تدري وانت مش عارفها. 700 بتوع يوم القيامة غير بتوع النهاردة. 700 ناقة دول لو عندك النهاردة غير لما يبقوا معاك يوم القيامة، هتبقى منتظر حسنة واحدة، ده انت يبقى معاك 700 ناقة، الجنيه ب700. فين رجال الأعمال؟ فين الناس اللي معاهم مليارات في البلد؟ واحنا النهاردة بدل ما نقول الدنيا فلان ولا علان، فين هم؟ فين الناس اللي شغالة بره؟ أولاد المهجر فين؟ فين الناس اللي هاجرت والبلد اديتها حقية انها تطلع وتشتغل بره وتنتج وتعمل وتعمر ومشتريها محلات بره وعاملة قصور بره وسابة البلد؟ الناس دي ما بتتبرعش ليه للجيش او الشرطة، بتتبرعش ليه لحماية البلد؟ الناس اللي معاها مليارات وقاعدة هنا في الجونة وعمالين يصرفوا بالملايين، والنساء العرايا وشبه العرايا اللي رايحين الاماكن القذرة دي، هي بالقذارة بتاعتهم دي ورايحين شبه عرايا في الاماكن دي، طب ما تدفع فلوس للبلد. الجيش محتاج، والشرطة محتاجة، والبلد محتاجة، والناس محتاجة. المليارات والملايين اللي بتصرفوها على العري والكلام الفاضي وعلى زواج النساء اللي من بره دول، وتصرف 142 مليون و200 طيارة ومعرفش ايه وايه علشان خاطر زواج واحدة ست كلهن واحد، ولكن هنصرف ده كله علشان واحدة ست ونجيب معرفش ونجيب معازيم من بره؟ ايه ده كله يا عم؟ ده انت عملت 5 6 مشاريع للشباب وشغلت بيهم، يبقى خدمت البلد. انت لو جبت 5 6 طيارات ولا 5 6 دبابات ولا اتبرعت للبلد بحاجة، يبقى افدت البلد يا اخويا. سبحان الله، عايزين الناس دي فين؟ عايزين الناس دي يتجلها من اين لك هذا؟ الناس دي تتاخد وتتعرف كويس. الشعب المكلوم ده، المغلوب على امره ده، لازم الناس دي تقف جنبين، ما وقفش جنبها بالزوج، تقف بالعافيه جنب شعبها، تقف جنب الناس، جنب دولتها، جنب حكومتها ورئيسها وشعبها. لازم بدل ما بيصرفوا الفلوس وكده وبيطلعوها بره وبيرموا الدولارات بره، طب رموها ببلدكم هنا.